إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش وأنوار العرش، ورأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك الأذفر، ترابها الذي يداس عليه ويوطأ تحت الأرجل ترابا مسك أزهر، والجنابذ هاي التي تبنى منها القصور، قطع اللؤلؤ والياقوت تبنى من قطعة واحدة عدة قصور يا إنسان، مجوفة وهكذا ومنمقة ومزخرفة، إنما هو من لؤلؤة واحدة. رأى جنابذ اللؤلؤ، إذا الجنة جنة الله يا إنسان.